السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اليوم يا أخوان بدي أحكيكم على موضوع شوي هيك بعيد عن موضوع الصيانات وغيره، موضوع إن شاء الله إنكم يعني تستفيدوا فيه بإذن الله تعالى، وإنكم تشتغلوا فيه إذا طبعا موجود الماتيريال أو المادة متواجدة عندكم. طبعا يا أخوان المشروع كثير مربح وجميل جدا لأخواننا اللي بيشتغلوا في الساين بورد طبعا واللوحات الإعلانية بشكل عام. طبعا يا أخوان أنتم عارفين كان بالأول يستخدموا الناس اللي هو نوع من اللوحات اللي اسمها لوحات النيون، اللي هي اللوحات اللي بدخل فيها الإضاءة داخل الزجاج، انتم عارفينها طبعا. هذه كانت في الأول ولغاية الآن متعبة جدا في موضوع اللف، وموضوع طبعا انك تسويها لأنها بتدخل في حرارة ونفخ وهواء، يعني فيها عدة نحكي أعمال وتعب جدا، يعني بيخليك فعليا انك يعني في بعض من الاحيان انك ما تشتغل بلوحات النيون لانها صعبه جدا وبدها محترفين في موضوع اللف الزجاج او غيره في موضوع النيون. طبعا يا اخوان اليوم او نحكي من فتره اخترعت الصين نحكي او غير الصين الاضاءات اللي هي موجوده هي الان ال اي دي. طبعا الكل بيعرف شو هي الاضاءه ال اي دي. طبعا يا اخوان اخترعوا شيء اسمه اللي هو نيون ال اي دي. طبعا هذا النيون داخل او نحكي ال اي دي داخل بلاستيك، اذا بتلاحظوا بعده الوان موجود هون. طبعا يا اخوان هذا بغنيكم عن اللي حكينا عنه، موضوع النيون في القديم اللي هو ممنوع الزجاج النيون، ولغايه الان هم شغالين فيه. بس طبعا هذا يعني بختصر لك شغل كثير ومجهود كثير في موضوع لوحات النيون. طبعا يا اخوان هذا في منه نوعيتين، نوعيه اوت دور ونوعيه اندور. طبعا هاي النوعيه اللي انا بدي اشوف لكم عنها او اشرح لكم عنها، هذا اللي هو اوت دور وليس اندور. طبعا ممكن انك تخليه بالاشعه الشمس او المطر او الى اخره وما بتاثر نهائيا. طبعا يا اخوان هذا ال اي دي يعني كثير رائع وكثير جدا طبعا للاخوان اللي بدهم يشتغلوا في مشاريع الساين بورد، اذا موجود عندكم او متوفر عندكم كثير رائع وشغله سهل وطبعا سلس في اللف وفي التعامل وبسيط جدا زيه زي اللي هم ال اي دي العادي. بس طبعا هذا موجود اللي هو البلاستيك الغلاف الخارجي مع اللي هو الاضاءه اللي هي بالالوان الموجوده. طبعا انا هسه راح اضوي لكم اياه بتشوفوا كيف، شوفوا كيف اضاءته يا اخوان قوية جدا، يعني احكي لك بصراحة يعني ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا اخوان هذا زي ما حكيت لكم بغنيكو عن موضوع انه هو النيون الزجاجي في الوقت الحالي، وكثير رائع جدا. شوفوا الوانه قوية جدا يعني جذابة وشكلها حلو، وطبعا بتغنيك عن النيون بشكل عام وبشكل خاص. طبعا يعني هي كالوان قريبة من ألوان النيون، بالعكس هي أقوى من ألوان النيون، ويعني وبتعطيك شكل ومنظر جميل جدا. طبعا تقدر تستخدمها أوت دور وإن دور، طبعا أنت براحتك زي ما بدك. بس أنا زي ما حكيت لك في إلها نوعين، نوع الأوت دور والإن دور. طبعا يا أخوان اللي حابين يشتغلوا في المشروع هذا كثير رائع وكثير مربح، يعني أنا حبيت أحكي لكم عنه لأنه فعليا يعني في يعني فايده لكم فيه. طبعا زي ما حكيت لكم اللي بده يشتغل في او بيشتغلوا في لوحات الاعلانيه بشكل عام، وطبعا اللي بحب يعني يشتغل فيه موضوعه بسيط جدا اللي هو احنا بنستخدمه على حفر السي ان سي. ممكن انه موجود هو فيديوهات كثيره في اليوتيوب موجوده عنها وشارحين عنها كشكل او كيف بدك تشتغل فيها، بس انا حبيت اشرح لكم عنها لانها فعليا شغله جميله جدا وحلوه. طبعا على ارض الواقع لسه احلى من الفيديو، لو تشوفوها انتم فعليا بتطلع جميله جدا. طبعا بتستخدموها للوحات كثيره داخليه وخارجيه، طبعا بالاشكال اللي بدكم اياها وبالشكل اللي بدكم اياه. طبعا بتحفر على الشكل اللي بدك اياه بالسي ان سي، طبعا على سماكه اللي هو الربل تبع اللي هو ال اي دي او اللي نحكي خط النيون شايفين، وبتدخل وبتقص زي ما بدك وبتسحب منها سلاك. طبعا السلك السالب او موجب سهل جدا طبعا مش صعب ومشروح عنه. طبعا للاخوان اللي حابين يشتغلوا في مشروع النيون شغله جميله جدا ومربحه جدا وما شاء الله تبارك الوانها كثير حلوه. طبعا انا متواجد عندي تقريبا هذول 7 الوان، وفي عندي كمان غيرهم كمان 6 الوان يعني بنستخدمهم حاليا وعليهم طلب بشكل لا يوصف، لانها داخل المحل بتعطيك رونق وجمال لا يوصف، يعني ما شاء الله تبارك الله شيء جميل جدا.
واللي حابين يشتغلوا فيها أنا نصيحتي لهم فعلياً إنه يشتغلوا فيها إذا متواجد عندهم أو يشتروها عن طريق المواقع طبعاً متواجد. طبعاً أنا عندي في البلد اللي أنا مقيم فيها موجود كل إشي الحمد لله فضل الله تعالى موجود، هذه الألوان والنيونات متوفرة بشكل كبير. طبعاً يا أخوان تقدر تشتروا الرول، هذا الرول بيجي 50 متر أو بتقدر تشتريه في المتر. أنا طبعاً يعني بنشتري إحنا رولات لأنه سحب عليه بشكل كبير، وإن شاء الله يعني إنكم تلاقوه وتوفروه عندكم وتشتغلوه. طبعاً مشروع عنه كيف تشتغل عليه وكيف يعني تقص منه وكيف تلزق وكيف تركبه على طبعاً الأكريليك أو على الجدار زي ما بدك، طبعاً بالطريقة اللي أنت بتحبها، يعني بشكل بسيط جداً وسهل جداً ما في أي صعوبة فيها إن شاء الله. بس أنا حبيت أعطيكم لمحة عن موضوع النيون واللي مستخدم في الوقت الحالي، هذه الأنواع من النيون زي ما حكيت لكم بشكل بسيط وجميل جدا وألوانه حلوة كثير يعني، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا فيها بمشاريعكم وفي أعمالكم بإذن الله تعالى. وطبعا يا أخوان لا تنسونا أكيد المشاركة والقناة وتفعيل الجرس وعشان يصلكم كل شيء جديد، وإن شاء الله تستفيدوا من هذا الموضوع. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.